بحضور وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد وعدد من المعلمين والأكاديميين والمهتمين، تم إطلاق تطبيق درسني للمعلمين، وذلك بعد النجاح الذي حققه تطبيق درسني للطلبة وتطبيق درسني لأولياء الأمور. ويتيح التطبيق طرح الأسئلة من قبل الطلبة ليتم الإجابة عليها من قبل المعلمين. نتعرف على المزيد من التفاصيل بشأن التطبيق في التقرير التالي. بعد النجاح الذي حققه تطبيق درسني للطلاب وتطبيق درسني لأولياء الأمور، تم إطلاق تطبيق درسني للمعلمين، وذلك بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل مقصيد، وكوكبة من المعلمين والقائمين على التطبيق فضلا عن الرعاة. مؤسسة التطبيق والرئيسة التنفيذية نور بودي قالت إن تطبيق درسني يمكن الطالب من طرح الأسئلة على مدار الساعة ليجيب عليها المعلم. تطبيق درسني بدأ من تقريبا 3 سنوات، بدينا بخاصية الدروس الفورية، وبعدها زدنا محتوى تعليمي من الصف السادس للصف 12. اليوم عدد مستخدمين درسني 500 ألف طالب من أكثر من 25 دولة في العالم، وهدفنا حق سنة 2020 أن يكون عندنا أكثر من 2 مليون طالب من جميع أنحاء العالم. هذا ثالث تطبيق لنا اللي أطلقناه اليوم. إحنا عندنا تطبيق درسني للطلبة، تطبيق درسني لأولياء الأمور، واليوم أطلقنا تطبيق درسني للمدرسين. تطبيق درسني للمدرسين ببساطة هو تطبيق يسهل على المدرسين إدارة صفوفهم، وهم أطلقنا اليوم خاصية خبراء درسني، اللي هو ان اي مدرس عنده محتوى تعليمي، ان كانت فيديوهات تعليميه، نوتات، برزنتيشنز، ممكن يكون معنا كخبير درسني. يتيح درسني الفرصه لتفاعل المدرسين مع الطلبه خارج الفصول من خلال التطبيق، بالاضافه الى فكره خبراء درسني التي تعتمد على الاستعانه بخبرات المدرسين. ضفنا كيفيه المدرس مال المدرسه ممكن يتفاعل مع الطلبه، فالفكره هي المدرس لازم يتواصل مع الطالب داخل الفصل وبعض المرات برا الفصل، فسوينا تطبيق على اساس يقدر يسهل ويحل مشاكل التواصل بين الطالب والمدرس والمدرس والطالب واولياء الامور. مشاركة اليوم في تطبيق درسني كاحد خبراء درسني، راح نحاول نستعرض هذا البرنامج وفائدته على الطلبه واولياء الامور وكذلك كمعلمين، خصوصا وان الحين اصبحت التكنولوجيا مو مجرد ترف او تسليه، هي الان حاجه. الفكره منه هو جمع يعني اكبر عدد من الخبراء المتخصصين في عده مجالات وتقديم المحتوى اللي قاعد يقدمونه وعرضه من خلال هالتطبيق لجميع الطلبة لسهولة التواصل. طبعا أنا لي تجربة في أكثر من منصة تواصل اجتماعي، منها اليوتيوب والإنستغرام، بس هذه شوي حصرية، هذه الميزة فيها اللي طلبة لجمهور معين وسهلة التواصل. فتطبيق درسني يقدم هالخير يعني هالميزة، وأنه يهدف لجمهور معين ومن خلاله يكون التواصل أسهل. ونظرا لأهمية التطبيق بالنسبة للتعليم، فقد حظي بدعم امتد إلى المعلمين والأكاديميين والطلبة من خلال تقديم خصومات خاصة لهم. ندعم كل التطبيقات المتخصصة في الأمور التكنولوجية بشكل عام، خاصة اليوم شراكتنا مع تطبيق درسني تأتي لإيماننا المطلق في عملية تطوير التعليم والخدمات الإلكترونية بشكل عام. احنا شراكتنا اليوم تأتي لدعم الطلبة والأساتذة والأكاديميين من خلال تقديم الخصومات المناسبة والعروض المناسبة، خاصة نحن في مجالنا في تنظيم الحفلات والمناسبات المتعلقة في الأمور العامة بشكل عام اللي لها علاقة في حفلات التخرج أو حتى في حفلات التفوق وغيره. ويحتوي تطبيق درسني للمدرسين صفحة خاصة بالعروض والخصومات لمنتجات مختلفة في تعبير عن الشكر لجهود المدرسين. خالد الفارس، الرأي.